يوم جديد بيطل علينا وحلقة جديدة من Property Yours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. إذا حابين تتملكوا بيت بالجبل أو بالساحل، فيلا أو حتى مكتب تجاري، تابعوا الحلقة، خليكن معنا. جمهور ريزيدنس بروجكت سكني اندر كونستراكشن بالجمهور، موقعه بعيد دقائق عن الطريق العام وكاشف على فيو بحر وجبال بمنطقه امنه ورايقه. مؤلف من 4 بلوكس وكل بلوك من 4 طوابق وروف و8 شقق. 2 من الابارتمنتس مع جاردن، 2 مع روف بالاضافه ل 4 سامبلكس. مساحة السامبلكس بين 186 و 310 متر مربع، أما الدوبلكس بين 340 و 600 متر مربع. مودرن أركيتكتشر ومساحات خضراء داخل المشروع، بالإضافة لهاي أند فينيشينج وبانوراميك فيو من أي نقطة. من أهم المواصفات دبل وولز ودبل جليزينج، إمرجنسي جنريتر، باثرومز وكيتشنز أوروبية، بالإضافة لإير كونديشنينج وهيتينج سيستم. جمهور ريزيدنس بروجكت مؤلف من 4 بلوكس و32 شقة وطابقين للباركينج، حالياً بمرحلة الكونستراكشن والتسليم بيبدأ بأول 2019. لين ريزيدنس 89 بروجكت سكني خاص بجدرة جنوب لبنان داخل جيت الكوميونتي، بعيد 20 دقيقة عن بيروت و5 دقائق عن صيدا، وقريب من أهم الجامعات والمراكز التجارية. مؤلف من 13 بلوك وكل بلوك من 3 طوابق و6 شقق. مساحة الشقق 145 متر مربع مع 3 بيدرومز صالون وداينينج. 78 أبارتمنت بالمشروع وخدمات عديدة مؤمنة بالإضافة لجيم وسوبر ماركت. من أهم المواصفات برايفت جنريترز، سيكوريتي مؤمنة، جاردنز ومساحات خضراء داخل المشروع. لين ريزيدنس 2 مشروع جاهز للسكن وكاشف على فيو بحر ما بينحجب، أبارتمنت بمساحات صغيرة ومدروسة وباركينج مؤمن. تسهيلات للدفع مؤمنة من البنك وستارتينج 900 دولار المتر. رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحات الأبارتمنت 230 متر مربع بيتضمنوا 2 سالون، داينينج و3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت افيلبل للبيع وجاهزين للسكن وأندر جراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب، مساحات خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. اسكيب ريزيدنشال كومباوند كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتور مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة،
مول تجاري، جيم وسبا، جيت الكوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربع باركينج لك الفيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولير سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلا الاندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. تراجعت أسعار المنازل بالمملكة المتحدة خلال شباط الماضي حيث سبب بريكسيت وضعف الرؤية الاقتصادية المستقبلية تباطؤ بسوق العقارات، وتراجعت قيمة المنازل 0.3% مقارنة مع كانون الثاني الماضي، وانخفضت وتيرة الارتفاع السنوي إلى 2.2% من 3.2%، وأظهر التقرير تراجع متوسط سعر المنزل بالدولة إلى 210,400 استرليني، أي 290,000 دولار، من 211,075 استرليني. بدي ألفت انتباهكم مشاهدينا أنه برنامج Property Yours ما بيتقاضى أي عمولة من الشاري والبيع. هيدي كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.